السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع سومة. وزي ما انتم شايفين بقى أخضر مشكل وبطرمان، يبقى هنعمل على طول ترشي. هنعمل الترشي بتاع رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمله بطريقة سهلة وهنعرف بقى السر بتاع مية الترشي الخطيرة. ايه رأيكم لو نشوف الحركات والتكات بتاعتها؟ يلا بينا على بركة الله. وهنسمي بسم الله، وهنجيب ده كيلو وربع من الجزر. بصي كده تجيبيه مليان شوية كده ومتوسط، وطبعا مغسول. وكمان انا معايا كيلو من الفلفل، بس انا مش جايباه الحامي عشان انا ما بحبش الترش بتاعي حامي، لكن انت بتحبوه حامي يبقى استبدليه بالفلفل الحامي وبردك غسلاه. وده بردك كيلو من الخيار، زي ما انت ما شايفه كده تجيبي كده هو تمسك نفسه وتخينه، ويعني تجيبيها وسط مش طويله، وبردك غسلاه. يبقى انا غسله الخضار بتاعي دوت ده كله، الخيار والجزر والفلفل. القرنبيطه بقى ما رضيتش اعمل فيها اي حاجه، قلت بس ما اوريها لكم الاول. بصي تجيبيها بيضه وناعمه بالشكل ده، ما تجيبيش الصفره، الصفره دي ما بتبقاش حلوه خالص. وتبداي بقى تقطعي الراس بتاعته من تحت، ومن ظهره تبداي تقطعي الوردات عشان تبقى سهله بالشكل ده. انا مش هاخدها كلها، انا هاخد بس حبه تناسب كميه الترش بتاعي بس. انا كده هستكفي بكميه الوردات دي، وبقيه القرنبيطه هحطها في كيس في درج التلاجة، وهسيبها لوصفه تانية. زي ما انت ما شايفه كده بقى تبداي تعيني العيدان البيضة دي، وبعدين بقلب السكينه وتقسميه بالنص كده عشان احنا عايزين نرفعه شويه، زي ما انت ما شايفه بالشكل ده. وتبداي تقطعي بقى الوردات بتاعتك والكميه كلها، وتقسميها من النص كده وتحطيها في قلب الطبق. بعد كده انا ما غسلتش ولا اي حاجه، فانا هروح اغسله دلوقتي واجي. اديني غسلته ونضفته زي ما انت ما شايفه كده اهوت. بعد كده هتجيبي ميه مغليه، بصي الميه مغليه خالص اهي، وتغطي بيها القرنبيط بتاعي. طب ليه الميه المغليه؟ عشان ديت انا عايزاها تديله سن التطريه بسيطه، على اساس لما اجي افتح عليه ان شاء الله الاقيه استوى، ما يبقاش الخيار استوى وهو لسه. فعشان كده الميه المغليه دي مهمه جدا. فعشان كده انا ابتديت بالقرنبيط، لازم تمشي بالخطوات دي الاول، القرنبيط الاول وتغطيه وتركنيه على جنب. وزي ما انت ما شايفه كده الجزر بتاعنا، هتعيني الراس من فوق ومن تحت. تجيبيه يا جماعه كده تجيبيها مليانه كده اهوت ومتوسطه، عشان لما تيجي يعني يتخلل تحس كده ان في لحم كده وحلو، ما يبقاش كده الرفيعه دي بتبقى ناشفه ومش حلوه. بعدين انا قطعت بقى الراس كده من فوق ومن تحت، هبدا ان انا اقطعه واشكله. إيه ممكن تجيبي بقى عندك سكينه مشرشره، او لو عندك القطاعه ديت بتاعه المخلل. إيه بس يا ريت لما تجيبيها سنونها تبقى تخينه شويه، لان انا زي ما انت ما شايفه كده ما خدتش بالي وجبت سنونها رفيعه، فللاسف ما ادتنيش الزجزجه اللي انا كنت عايزاها الجامده يعني. فعشان كده دي نصيحه ليكي، لما تيجي تشتريها اشتري اللي هي سنونها تخينه شويه وعريضه، عشان هتديكي الشكل احسن. وتبداي زي ما انت ما شايفه كده تعمليه مكعبات، او تقسميه من النص وتعمليه شرايح، يعني اقسميه بقى وقطعيه زي ما انت ما عايزه، زي ما انت ما شايفه بالشكل ده. بعد كده انا بردك هجيب عليه ميه مغليه واغطيه، وبعد كده احط عليه غطا واركنه على جنب بردك عشان يعمل لي سن التطريه زي القرنبيط بالظبط. وهركن الاتنين دول على جنب لحين ما اخلص بقيه الحاجه بتاعتي. هنا بردك الخيار هتعين الحته اللي من فوق ومن تحت، وتقسميهم من النص، وتبداي بردك تشكليه بالعرض بالطول زي ما انت ما عايزه. طبعا الحاجات دي كلها مغسوله الاول كويس جدا. بعد انا بقى ما هقطع الخيار بتاعي، يا جماعه تجيبوه بردك زي ما انتم شايفين كده ماسك نفسه ومليان. بعد كده انا هجيب بقى من الفلفل بتاعي، انا جايبه في قلبيه حبيتين من الفلفل الرومي الحمر، دول هتاخدي تعين الراس وتعين القلب زي ما انت ما شايفه كده، وتقطعيه صغير شويه على قد ان احنا ايه، دول بقى مش هنحطهم في الترشي، لا دول انا هحطهم واعمل بيهم مية الترش. فعشان كده انا هحط بس حبيتين اتنين واقسمهم يعني اصغرهم كده واركنهم على جنب دلوقتي. بقيت الفلفل بتاعي بقى هتعين الراس بتاعي كده زي ما انت ما شايفة من فوق،
وتبدأ ان انت تقطعيه بردك زي ما انت ما شايفة. دوت الطبق بقى اللي انا هجمع فيه الخضار، بدأت بالخيار وادينا هحط عليه الفلفل. لو الفلفلية كبيرة اقسميها على 3 او على 2 زي ما انت ما عايزة. بردك يا جماعة انا جايباه ده بارد شوية عشان انا مش عايزاه مشطط. انت عايزاه مشطط يبقى هاتي الفلفل الحامي، وده قرن واحد حامي عشان انا عايزاه يعني في سنة بسيطة مش جامدة. وده بنجرايا كنت انا شايلها في قلب باب الفريزر مخزناها، فلما طلعتها تفك بصي يبقى سهل معاكي تعيني القشرة. عيني كده الراسة من فوق وعيني الديل من تحت وعيني القشرة. ليه بقى؟ عشان انا هروح دلوقتي اضربها في الخلاط مع الفلفل، فتقطعيها كده صغير وتضربيها. طب انا بعيني القشرة ليه؟ عشان انا مش هصفيه عشان ما يعمليش تكتلات ويعمل لي قشر في قلب الخلطة بتاعتي، فعشان كده انا بعين القشرة عشان مش هصفيه. لكن انت لو هتصفيه خلاص اضربيه بالقشرة. بعد كده انا جبت الجزر بتاعي ورميت المية اللي كانت منقوع فيها وشطفته وحطيته، وكمان القرنبيط رميت المية اللي كان منقوع فيها وشطفته كويس وحطيته زي ما انت ما شايفة كده بقى. يا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر بقى، يعني حاجة كده بص الالوان حاجة جميلة. والخضار يا جماعة دلوقتي بصراحة الحمد لله رخيص، فانزلي وهاتي. اولا هيبقى موفر معاك ويديكي كمية، وكمان غسلاه ونجيف. وده انا معايا 4 ورقات من الورق اللورة، ومعايا 9 فصوص من التوم. دي 9 فصوص عشان انا التوم بتاعي بصي صغير، انت لو التوم بتاعك كبير يبقى كفاية 5 فصوص وتقسميه من النص زي ما انت ما شايفة كده. انا حاطة في البطرمان بتاعي اهو خضار لربعه، هبدأ احط عليه شوية من الفصوص التوم ومن وحدتين من ورق اللورة واكمل البطرمان. اللي التوم يا جماعه بيديله طعم كده وبيبقى حلو قوي في قلب المخلل، فحطيه وبيبقى جميل جدا. بعد كده انا ما حطيت للثلاث ارباع خضار هبدا انزل بقى ورق اللورة، وبردك هحط بقيه التوم. يبقى انا حطيت في بعد الربع وحطيت في الثلاث ارباع توم، وكملت الخضار بتاعي بالشكل ده. بصي بقى يعني ما شاء الله بصراحه، بصي جميل، ما بياخدش والله معاكي يعني 10 دقايق وتلاقيه خلص، وتاكلي بقى حاجه ضمنها كده ونضيفه وجميله. البطرمان ده يا جماعه بطرمان ازاز، انا جايباه طبعا وغسلاه بميه سخنه ومعقماه ومنشفاه كويس جدا. اهم حاجه قبل ما تحط الخضار يكون ما فيهوش ميه وناشف عشان ما يعفنش الخضار بتاعي. ادي بقى الفلفل والبنجر اللي انا ضربته في الخلاط، بصي انا ما صفيتش وحطيته على طول عشان انا عينت القشره بتاعه البنجر. ودول ميه ما انا غلياها كويس جدا وسبتها لما بردت، يعني دي بارده كده خالص. بصي بقى البطرمان بتاعي ده انا عارفاه بياخد 6 مجات من الميه، يبقى هنا المج بتاع الشاي اللي انت شايفاه ده انا صبيت 6 مجات. وده ملح خشن متوفر عند اي عطار، قولوا له بس اديني الملح الخشن هيديكي ب3 جنيه كده حبه كتار كده وحلوين. انا بقى حطيت 6 مجات، هتحطي عليهم ان شاء الله 6 معالق من الملح زي ما انت ما شايفه، بس ما تمليش المعلقه قوي، يبقى هنا كل كوبايه تحطي لها معلقه ملح. وفي الاخر هنحط 3 معالق من الخل، الخل ده حلو قوي بيسرع في عمليه السوى وبيبقى كويس في قلب الخضار بتاعي. ودي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ودي معلقه كبيره من البابريكا، انا حطيتها بابريكا عشان انا قلت لك انا عايزه المخلل بتاعي في سن التحريقه بسيطه. انت عايزاه محرق يبقى تحطي معلقه من الهريسه او معلقه من الشطه. وكمان المعلقه اللي انا حطيتها الاخيره دي بقى مهمه جدا، دي معلقه سكر لازم تحطيه، لان السكر دوت هو اللي هيحافظ لي على الخضار ويخلي فيه سنه القرمشه، وكمان ما يعمليش ريم ابيض على الوش. وعصرنا ليمونه زي ما انتم ما شايفه كده، وتقعدي بقى يا جمال وبقى تقلبي في الخلطه بتاعتك. هي دي بقى بص الخلطه جميله وحمراء وحلوه ازاي. هما طبعا في المحلات بيحطوا لون صناعي، لكن انت بتحطي بنجر، فانت طبعا بتعملي حاجه حلوه وحاجه صحيه وحاجه جميله، فيا ريت تجيبي وتعملي وما تقوليش لا وما هياخد مجهود، بالعكس 10 دقايق وكان معانا بسم الله الله اكبر يعني حته بطرمان زي العسل. هتشيليه وكل سنة وانتوا طيبين، اول يوم رمضان تفتحي عليه وتاكلي بيه بقى بالهنا والشفا، حاجة بقى كده وهم. وتبدأي تاخدي الكيس البلاستيك ده تحطيه على الغطا الاول وبعدين تغطي، ليه؟ عشان نمنع اي هوا يدخل يعمل لنا عفونة او ريم.
وادي وصفة النهاردة خلصت، يا رب تكون عجبتكم واستفدتم. فيا رب يعني يا رب تنفذوه وتعملوه عشان يبقى حاجة نظيفة في قلب بيتك، وما تنسنيش بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله معصومة في البيت البسيط.